ما هو قدم في نشرتنا أخبار المال والأعمال؟ يقدمها لنا الزميل مصطفى نزار. تفضل. شكرا فاطمة وشكرا هذا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تقدمت بنحو 19 مركزاً في مؤشر التنمية البشرية، يأتي ذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022 والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن هذا التقدم يعد انعكاساً واضحاً للخطط التنموية التي تنفذها مصر خلال السنوات الماضية، وكنتيجة طبيعية لما تحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في كافة المجالات خاصة في الصحة والتعليم. تواصل الدولة توفير السيارات المتنقلة التي تقدم مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ومن بينها سيارات أهل المدارس والعربات التي توفر المنتجات الغذائية واللحوم. تحت شعار أهل المدارس، وفرت الدولة سيارات متنقلة تنتشر في الشوارع والميادين في مختلف محافظات الجمهورية لتقديم المستلزمات المدرسية بتخفيضات هائلة للمواطنين وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية. معرض أهل المدارس هو بدأ من 1/9 حتى 10/9، عبارة عن 119 معرض فرعي في المحافظات، 23 معرض رئيسي، 33 شادر، 27 سيارة متنقلة زي اللي حضرتك شايفهم في الخلفية، وأكثر من 500 مكتبة على مستوى محافظات الجمهورية. تخفيضات من 25% إلى 50%، المكون المحلي أو الصناعات المصرية الوطنية على الأقل 70%. المعارض اللي موجودة في الميادين الرئيسية زي السيارات اللي حضرتك شايفها دي في الأماكن الأكثر احتياجا. مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة هي إحدى الأسلحة اللي بتستخدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعالجة الأزمات في ظل حرص الدولة على تذليل العقبات على المواطن ومجابهة الأسعار. بتشارك المنافذ المتنقلة في عدة أنشطة، أول نشاط وهو النشاط الأساسي في نشاط السلع الغذائية والمجمدات، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات اللي بتقدمها الوزارة زي مبادرة أهل المدارس اللي احنا مشاركين فيها حاليا. تسعى الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال انتشار منافذ وزارة التموين المتنقلة وتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين وتقديم المنتجات الغذائية واللحوم. بتبيع الأسعار بتخفيض 30%، لو حضراتكم شفتوا اللحمة البرازيلي ب 82 الكيلو، الفرختين ب 65، اللي عندنا اللحمة السوداني 120 و115، وفي المفروم 90، وفي الضاني ب 140. حضرتك احنا عندنا كم نوع من السيارات؟ شباب الخريجين تبع وزارة التموين عندنا اليوم الواحد، والعربيات المتنقلة تبع الجيزة وأمان والداخلية. بالإضافة لتقديم السلع للمواطنين، يوفر مشروع السيارات المتنقلة فرص عمل للشباب، حيث إن السيارة الواحدة يعمل عليها 3 شبان، والسيارة تعمل على صرف السلع التموينية بالإضافة إلى توافر المجمدات. الهدف من هذه السيارات هو كسر الحركات الاحتكارية والتغلب على محاولات بعض التجار لخلق نوع من الاحتكار في الأسواق وتوفير المنتجات والسلع للمواطنين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أنهى مؤشر أبو ظبي تداولات على صعود وسط ارتفاع لأسعار النفط، لكن مؤشر دبي أغلق على استقرار بعد خسائر لجلستين، وقد ارتفعت فيه الأسهم في أبو ظبي بنسبة 1%. ودعمت 3 جلسات متتالية من المكاسب للمؤشر لينهي الأسبوع مرتفعا بعدما ظل في المنطقة الحمراء ل3 أسابيع متتالية. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.